هذيك على تونسي وميريك. اليوم مشروع العتبة القانون المتعلق بالعتبة الانتخابية الخاصة 5% في الانتخابات التشريعية مطروح على مجلس نواب الشعب. أنا أعتقد أن التقييح متاع القانون الانتخابي ضروري، وده فما قانون تم قبل وصادق عليه المجلس ورئيس الجمهورية الراحل الله يرحمه ما صدقش عليه. اليوم أكيد هما لابد من مراجعة القانون الانتخابي، ولكن أعتقد أنه التوقيحات الأخيرة تمت معناها بسرعة، تمت في خضم معناها أزمة تشكيل الحكومة، تمت وكأنه معناها فما طرف سياسية تحب معناها تستعملها كورق الضغط معناها في تشكيل الحكومة، أو في حالة ما أنه تشكيل مش حكومة على البرلمان. اليوم أعتقد أنه هذا يتجاوز ذلك، وفما حكومة في تونس صدقت عليها عدد مهم من الكتل، اي كومبري الكتل من بين الكتل اللي اقترحت التوقيح هذايا. اليوم لابد ان نعرفوا نخرجنا من المناخ تاع الازمه اللي كنا فيها قبل تشكيل الحكومه. اليوم عندنا حكومه هي حكومتنا الكل، حكومه الاحزاب سبقت عليها والكتل سبقت عليها، وبالتالي نعتقد انه تلقيح قانون انتخابي ضروري، ولكن يتطلب اكثر وقت ويتطلب انه نعاودوا ندرسوه بالعتبة 5% 3%، غير ذلك مسائل أخرى، الانتخابات على دور واحد على دوريين على دورتين، غير ذلك لابد أن نعاود ندرس معناها في مناخ سليم وبعيد على الأزمة بتاع تشكيل الحكومة. يعني نفهم الكلام اللي تمرير هذا القانون ربما ضروري يا سي مهدي، لكن بأكثر إعادة نظر أكثر فيه والتثبت أكثر من أكيد لازم يخرجوا من الكونتكست بتاع الأزمة بتاع الحكومة. لازم نعاود ندرسوا بما هو الأفضل في التنفيذية بتاع التوانسة. العتبة علاش لا، ولكن مش فقط العتبة، وكأنه تم معناها إجراء معناها طارئ وبسرعة فقط معناها اللي تلاه معناها باش طرف سياسي يربح في حالة حل البرنامج. دونك ديما القوانين نعملوهم مش بالكونتكست الشيوعي، راح نذكروا معناها حتى معناها لما قمنا بالدستور في النظام البرلماني الانتخابات اللي بعد جات الطرف اللي كان يعتقد روحه باش يربح ما كانش هذايا، ما لازمش نقللوا ونشرعوا بحسابات سياسية تاع اليوم خاطر حسابات سياسية. انت حكيت على الحكومة تميز التخفيف، كان قدم مجموعة من الوعود نهار منح جلسة منح في اطراف البرلمان هوني، هل تعتقد انه حكومة تميز التخفيف وليس التخفيف قادرين على الايفاء بمجموعة الوعود اللي قدموها؟ اليوم حكومة التخفيف هي حكومة تونس، الحكومة اللي اختاروا رئيس الجمهورية كما يسمح كما ينص على ذلك الدستور، ولهنا تم معناها الموافقة معناها صدق الحكومة 129 صوت تقريبا أكثر من 60% من البرلمان. وبالتالي اليوم هو الحكومة هذه حكومة الأحزاب الكل اللي سبقت عليها، حكومة النهضة تاع تونس والشعب والتيار والمستقلين وكتلة السلاح الوطني، وهذا يمثل معناها زخم برلماني وسياسي مهم. كذلك معناها نعتقد أنه حتى المعارضة دورها مهم كما قال معناها رئيس الحكومة، وكذلك معناها اليوم المحك الاساسي هو قدرتنا على القيام بالاصلاحات، ونعتقد انه المحك نتاع الائتلاف والمحك نتاع السياسه الكل في تونس هو اللي هو الاصلاحات القادمه اللي باش تطلب معناها اكبر معناها دعم سياسي.